يكون ضيفي في هذا اليوم الأستاذ رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، الذي انضم معنا عبر السكايب من دبي. مرحبا بك أستاذ رائد. مثلما استعرضنا قبل قليل، المفاوضات الغير مباشرة بين طهران وواشنطن ربما تفضي لاتفاق جديد سيسمح بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق. عودة النفط الإيراني إلى الأسواق أستاذ رائد، هل سيعكس الاتجاه التصاعدي لأسعار الخام أم لا؟ لا أعتقد سوف ينعكس بهذه السهولة الاتجاه الصاعد الذي تشهده أسعار النفط. طبعا لا يخفى على أحد الارتفاعات الحادة التي تشهدها أسعار النفط حاليا، واقترابنا أكثر من حاجز $100 للبرميل لكل الخامين، خام غرب تكساس وخام برنت. طبعا هذا الأمر كان يعني أو هو متوقع بشكل كبير أن يحدث في ظل الفورة التضخمية التي تجتاح الاقتصادات العالمية بشكل عام، وفي ظل وجود السياسات التحفيزية. فأعتقد هو العامل رقم واحد في ارتفاعات أسعار النفط، تليها عدم أو اختلال التوازن ما بين العرض والطلب، حيث أن المعروض النفطي بعد أقل بكثير حاليا من الطلب العالمي الذي فاق 100 مليون برميل يوميا. وبالتالي يعني هذا يؤكد على أن المعروض النفطي حاليا هو أقل من مستويات الطلب، وهناك بطء نوعا ما في ارتفاعات الطلب بالمقارنة بارتفاعات المعروض بالمقارنة مع الطلب، وذلك طبعا نظرا لعدم إمكانية تقديم أو إنتاج أكثر من ذلك، وأيضا إقصاء بعض الخامات من الأسواق العالمية مثل الخام الإيراني. ولكن إن صح التعبير، نحن نشهد حاليا فورة تضخمية، ارتفاع في تكاليف الإنتاج وارتفاع في التكاليف إجمالا حول العالم. بالتالي ما قد يحدث حاليا هو أنه إذا كانت هذه الارتفاعات استمرت بشكل أكبر، فذلك سوف يعطل عملية النمو. كيف ذلك؟ بتوقف الاستهلاك وبدء بتغير أنماط الاستهلاك، وفي نفس الوقت بالتالي ذلك يعني تراجع في الطلب مرة أخرى، وهذا قد يؤثر سلبا لأنه سوف يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكذلك الأمر سوف يؤثر على معدلات النمو طبعا ضمنيا، وهذا ما لا نريده حاليا، خصوصا بعد العديد من السياسات التحفيزية التي تم اتباعها خلال فترة الجائحة للدفع بعجلة النمو حتى لا تتوقف الأعمال التجارية إجمالا. مع تراجع الطلب سوف تضطر المشروعات إلى تخفيض استهلاكاتها، وبالتالي إنتاج أقل، توظيف أقل، ومن ثم ندخل في المودل نحو الكساد مرة أخرى. طيب أستاذ رأت، قبل أن أسألك عن موضوع الأسعار والتوقعات بوصول النفط إلى $100، أريد أن أركز على جزئية أنت تحدثت عنها، أن المعروض هو يبقى أقل من الطلب، وخاصة ربما بعد عودة النفط الإيراني. نحن نتحدث عن 1 مليون برميل قيمتها تتجاوز 1% من الإمدادات العالمية، ألا تؤثر على موضوع العرض؟ يعني يبقى العرض هو أقل من الطلب رغم ذلك؟ أعتقد سوف يكون تأثيرها مؤقت وقصير المدى، لأنه نحن عم نتحدث أيضا تماما كما حدث عند استهلاك المخزونات، كان التأثير قصير المدى، تراجعت أسعار النفط ثم عادت للارتفاع مرة أخرى، ولها هنا نشهدها عند $92 للبرميل، لأنه كان هناك عملية شراء جديدة وبالتالي ارتفاع في المخزونات مرة أخرى. ولكن الحلول هذه هي حلول مؤقتة ما لم تكن مجتمعة، يعني لازم يكون في عندنا أولا من أوبك بلس زيادة في الإنتاج أكثر من ما تم إقراره مسبقا ب 400 ألف برميل، وأيضا دخول الخام الإيراني، وكذلك الأمر في عندنا نقطة مهمة جدا واللي هي توقف هذه الأعطال في سلاسل الإمداد وما إلى ذلك، والمشاكل التي تصيب مثلا إنتاج النفط الليبي وغيرها، والإعصار الذي يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أو نقص المعروض الذي يأتي من هناك. أعتقد العملية يعني مجتمعة، يجب أن يكون هناك دفع واستغلال أكبر للأسعار المرتفعة، وبالتالي يكون في عنا عودة للتوازن السوق النفطي في الفترة القادمة. بالتالي وإن دخل النفط الإيراني ب1 مليون برميل، أعتقد التأثير سيكون مؤقت، ومن ثم نشهد عودة للارتفاعات مرة أخرى. السبب هو أن الطلب ينمو بوتيرة أسرع
في الفترة الحالية باستغلال التعافي الاقتصادي الذي يحدث فعليا. ونقطة مهمة أيضا اللي هي أنه نحن عندنا أصلا سياسات تحفيزية، عندنا أموال رخيصة موجودة تدفع بمستويات تضخم على السلع وعلى رأسها طبعا أسعار النفط لأسعار أعلى. طيب أستاذ رائد، الموضوع يعود إلى الطلب القوي والسياسات التحفيزية مثل ما تحدث، لكن هذه التوترات الجيوسياسية التي تحدث في الشرق الأوسط في ما بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، هي أيضا ألا تدخل ضمن الأسباب التي تؤدي إلى هذا الارتفاع الحالي بأسعار النفط أم ليس لها علاقة؟ طبعا لها علاقة، توترات الجيوسياسية تؤثر بالارتفاع، لأنه مثلا في عندنا تهديدات لانقطاع في الغاز على سبيل المثال، بالتالي سوف يكون هناك لجوء لبدائل الطاقة وهو النفط، وذلك يسبب ارتفاعات. أيضا لا ننسى أنه في عندي يعني التوترات الجيوسياسية تثير القلق وتزيد الطلب حتى لا يكون هناك انقطاع في الإمدادات، بالتالي من شأن التوترات الجيوسياسية أن تؤثر في أسعار الطاقة أولا وأن تزيدها من الارتفاعات. وأعتقد ما يغذي هذا الزخم الصاعد والموجة الأخيرة التي نشهدها في ارتفاعات أسعار النفط هي متأتية من تعدد العوامل الداعمة للارتفاعات، عندنا توترات جيوسياسية، عندنا سياسات تحفيزية، وكذلك الأمر التضخم الذي ناشئ عن السياسات التحفيزية بلا شك، وضعف المعروض العالمي إجمالا أو بطء عملية زيادة الإنتاج، هذا ما يسبب موجة الارتفاعات الحالية التي نشهدها. تضافر هذه العوامل سببت هذه القوة والموجة القوية لارتفاعات أسعار النفط اللي نحن عم نشوفها، أنه يعني لا أعتقد أن الدولار هي الحاجز، وإنما الحاجز ممكن ننظر إلى 120 دولار للبرميل. يعني أنت يعني تتفق مع الترجيحات العالمية أستاذ رائد، كل هذه العوامل التي تحدثت عنها وأيضا البنوك الاستثمارية الكبرى تحدثت أنه سيتجاوز مستوى المئة دولار، حتى لن يبقى عند مستوى المئة دولار؟ يعني نحن نشهد هذا الأمر حاليا، نحن شهدنا الارتفاعات الحادة التي حدثت منذ أن تجاوزنا 70 دولار للبرميل حتى وصولنا قرابة 92 دولار للبرميل، فيعني نحن على بعد 8 دولارات فقط من مستويات 100 دولار دون تغيرات في العوامل الداعمة، فهذا يعطي أريحية ومجال لمزيد من الارتفاعات، خصوصا أن بعض العوامل الشائكة مثل التوترات الجيوسياسية لم تنحل بعد، وكذلك الأمر وجود المخاطر التضخمية اللي ممكن تغذيها أرقام مثل اللي راح تصدر اليوم مساء في الولايات المتحدة الأمريكية إذا جاءت أعلى من التوقعات، فذلك سيغذي مزيد من القلق وسيغذي مزيد من الارتفاعات على أسعار النفط إجمالا، وبالتالي ذلك يفتح المجال لمزيد من الزيادات نحو 120 دولار للبرميل، خصوصا أنه أي عوامل تشددية في السياسة النقدية، رفع في أسعار الفائدة سوف تأتي بكلها يعني بعد الربع الأول من العام الجاري، بالتالي نبحث عن منتصف العام القادم حتى يكون هناك بحث حقيقي نحو تشديد السياسة النقدية، خصوصا أن الفيدرالي أكبر اقتصاد في العالم لم يأتي بعد على عملية تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، فذلك يزيد من الضغوط التضخمية كذلك. طيب هل هناك وقت محدد لهذه الارتفاعات المستمرة أستاذ رائد؟ يعني نحن نشهدها حاليا، الموجة الحالية قد تستمر وتتغذى بمزيد من الأرقام التي تظهر ارتفاع في مستويات التضخم، ارتفاع في أسعار المستهلكين، بالتالي ذلك يعطينا مجال لمزيد من الارتفاعات التي قد تحدث على أسعار النفط. أعتقد ضمنيا أول رفعة لأسعار الفائدة قد تحدث في شهر مارس بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، ذلك سوف يضغط بعض الشيء على أسعار النفط نتيجة قوة الدولار الأمريكي التي تحدث، ومن هناك ممكن أن نشهد كيف هي وتيرة الرفعات التي قد تحدث، خصوصا إذا تم التغيب عن شهر مارس بعملية رفع أسعار الفائدة فنحن مقبلين بلا شك إلى زيادة قوية في أسعار النفط. طيب هنا ما هي الخطوات المتوقعة التي سيلجأ لها المستثمرون للسيطرة على هذا الارتفاع المستمر في الأسعار، خاصة بعد فشل خطوة السحب من احتياطي الطوارئ؟ طبعا
نحن نتحدث انه لما تم السحب من الطوارئ راينا انخفاض مؤقت ومن ثم عوده للارتفاعات بقوه، بالتالي هذا عامل لا يمكن اللعب عليه بشكل كبير بالنسبه للمستثمرين. الهدف الرئيسي هو زياده الانتاج، زياده الانتاج النفطي، وبالتالي هي العامل الفاصل في عمليه تحقيق الاستقرار في أسعار النفط عند مستويات أدنى بعض الشيء، لأنه المستويات الحالية لا تعكس تعافي اقتصادي عالمي، لا وإنما هي نتيجة مخاطر تضخمية. أعتقد منتجي النفط نفسهم ما راح يكون عندهم يعني التفضيلات الكبيرة عن مستويات أعلى، لأن ذلك يهدد الطلب القادم أو الطلب المستقبلي. بالتالي ما يحتاجه منتجي النفط هو طلب مستدام، طلب مستقر ومستدام، هو يساعدهم قادرين على مضاهاة هذا الطلب بالإنتاج وتحقيق استقرار أسعار النفط. أما أن يكون أسعار مرتفعة لفترة مؤقتة ومن ثم تعطل في الطلب على الفترة المستقبلية، لا أحد يريد ذلك حقيقة، ويبحثون عن تحقيق آلية لاستقرار أسعار النفط عند مستويات معقولة لكل الطرفين طلب وعرض. بالتالي ما يحدث في الفترة أو ما يجب أن يحدث في الفترة القادمة هو تحقيق هذه الآلية للتوازن بين الطلب والعرض عند مستويات مناسبة من ناحية الإنتاج، وأيضا مناسبة لاستمرار الطلب دون أن يكون هناك خوف من كساد أو مرحلة ندخل فيها المستهلك يمتنع عن الشراء، لأنه ما أن يصل إلى هذه المستويات عندما يبدأ المستهلك بتغيير عاداته الاستهلاكية حتى يتجنب عملية الأسعار المرتفعة، هنا يبدأ الضرر حقيقة وتضطر الأعمال التجارية إلى تقليص إنتاجها. طيب أستاذ رائد، بما يتعلق بالتوترات الحاصلة ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي اليوم، حتى ما بين الولايات المتحدة، لأنه بايدن تعهد بإيقاف نورد ستريم 2 إذا غزت روسيا أوكرانيا، سؤال هو هذه التهديدات ألا ينذر بقفزة في أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة؟ وهذه التصريحات هي من الرئيس الأمريكي، يعني الاتحاد الأوروبي هل لديه خطة طوارئ لتعويض النقص الحاصل إذا ما حصل ذلك؟ فعليا في الثاني من فبراير كان هناك قفزة في أسعار النفط إلى مستويات 5.3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بالتالي هذه تعتبر قفزة كبيرة من 20 يناير اللي كان عندنا عند 3.7%. نحن نتحدث عن قفزة ب 43% حدثت أساسا على أسعار الغاز الطبيعي فقط بنتيجة القلق من أن يكون هناك توقف في إمدادات النفط. هذا يعطينا صورة مبدئية، إذا كان هناك وقف في إمدادات النفط كيف سوف يكون هناك قفزة كبيرة في يعني إن صح التعبير في أسعار المستهلكين في تكاليف الإنتاج إجمالا، لأنه راح يضطر العديد من المشروعات إلى البحث عن النفط كبديل للغاز، ونرى أمامنا كيف النفط عند أسعار مرتفعة جدا، وذلك سوف يسبب مزيد من الضغوط التضخمية، وبلا شك سوف يدخل في حالة كساد اقتصاد مثل الاقتصاد الأوروبي إذا ما خسر مثل هذه الإمدادات. بالتالي أعتقد الحل المنطقي أن يكون هناك ابتعاد عن أي أحداث سياسية أو عسكرية إن صح التعبير، والبحث عن حلول أخرى، لأن الضرر سوف يكون كبير جدا.